القديمه ديال مراكش. السلام عليكم ورحمه الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء يعلن انتهاء عمليه بيع التذاكر الافتراضيه. وفي تفاصيل الخبر أعلن المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي على انتهاء عملية بيع التذاكر الافتراضية اللي طرحها البيع والخاصة بمواجهة فريق أولمبيك أسفي ضمن جولة 22 منافسات البطولة الاحترافية. وتقدم الفريق الأخضر بالشكر لعموم جماهيره داخل المغرب وخارجه لانخراطهم في حملة التذاكر الافتراضية للقاء الجولة 22. وقال فريق الرجاء في بلاغ نشرو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مداخيل الجماهير بلغت 327,000 درهم. وأكد الرجاء عبر البلاغ نفسه أن مجموع المساهمات من داخل المغرب بلغ 270,000 درهم مقابل 250,000 درهم من خارج المغرب. إيرفي يتفاعل مع قرار تأهيلي للعب مع الرجاء بهذه الخطوة. وفي التفاصيل تفاعل إيفواري إيرفي لاعب فريق الرجاء الرياضي الجديد بشكل خاص مع قرار تأهيله للمشاركة رفقة فريقه خلال المباريات المقبلة من البطولة الوطنية. وأبر اللاعب الإيفواري على سعادته الكبيرة بالعودة للميادين الرياضية بعد غياب مدة طويلة. ونشر اللاعب المذكور بعض الصور بقميص الفريق الأخضر خلال التدريب وأعلن على استعداده للدفاع على ألوان فريقه خلال المباريات القادمة بداية من مباراة الفتح الرباطي. هذا وحصل فريق الرجاء رسميا أول أمس الثلاثاء على رخصة من العصبة الاحترافية للاستفادة من خدمات اللاعب هيرفي في المباريات المقبلة من الدوري. رجاوي باريس يثير مخاوف زامباور قبل قمة الفتح الرباطي. وكينتظر الألماني جوزيف زامباور مدرب فريق الرجاء الرياضي نتائج الفحوصات الطبية اللي خضع لها محمد بولكسوت بسبب الآلام اللي حس بها في المباراة الأخيرة أمام أولمبيك أسفي الأحد الماضي. وخضع اللاعب الرجاوي بولكسوت الفحوصات الطبية دقيقة من أجل التأكد من مدى خطورة الإصابة اللي تعرض لها قبل الحسم في مشاركته خلال مباراة الفتح الرباطي القادمة. وكان بولكسوت غادر أرضية الملعب متأثر بالإصابة في مباراة أولمبيك أسفي بعد اصطدام مع لاعب الفريق المسفيوي ديارة واللي كان كيستحق البطاقة الحمراء. كتجدر الإشارة لأن مباراة الرجاء والفتح الرباطي غتجرى يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 5 عصرا وكتحوم شكوك كبيرة حول مشاركة بولكسوت في هذا اللقاء إذ في حالة غيابه من المنتظر الزج بزريدة في مكان الظهير الأيمن. منخرطو الرجاء يعقدون اجتماعا لتدارس وضعية الفريق. واتفقوا عدد من منخرطي فريق الرجاء الرياضي في مجموعات الواتساب على عقد اجتماع مساء اليوم عبر تقنية الفيديو بغرض تدارس وضعية النادي. وقرروا منخرطي فريق الرجاء الاجتماع عبر تقنية الزوم للحديث على الوضع الراهن للرجاء في ظل غياب الرئيس الفعلي محمد بودريقة اللي سافر خارج أرض الوطن منذ بداية يناير الماضي لتلقي العلاج. وأكدت مصادر خاصة أن بعض منخرطي الرجاء كيرغبوا في معرفة حقيقة الوضع داخل القلعة الخضراء في ظل الحديث على وجود أزمة مالية خانقة وغياب رئيس النادي وغياب أيضا مداخيل الجماهير بسبب إغلاق مركب محمد الخامس. وكان المكتب الموسعي الرجاء نشر بلاغ الجمعة الماضي أكد من خلاله ترأس بودريقة لاجتماع المكتب الموسعي عبر تقنية الفيديو. كما عقد اجتماع مع اللاعبين بالطريقة نفسها لتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية لضمان المنافسة على لقب الدوري الاحترافي لأخير جولة. ممثل شركة إنجليزية بهذه الطريقة يمكن للرجاء انتداب مهاجم باريس. وفي تفاصيل الخبر قدم ممثل شركة إنجليزية نصائح لجمهور فريق الرجاء الراغب في رؤية لاعب باريس. وكشف أنيس شاهد ممثل الشركة الراعية أمبرو واللي كتزود فريق الرجاء بالألبسة الرياضية أن الحل الوحيد باش يتمكن فريق الرجاء من انتداب مهاجم باريس هو دعم الجمهور. وزاد ووضح على هامش افتتاح المتجر الرسمي للفريق رجاء شوب وقال إلا بغى جمهور الرجاء يشوف فريقه في المقدمة وينتدب أبرز اللاعبين فخاصو يشتري مستلزمات النادي من رجاء شوب. وتابع خاص الجمهور الرجاوي يعرف ان شراء منتوجات فريقه من متجر اخر غير رجاء شوب كيكبد الفريق خسائر ماليه مهمه. وختم ممثل الشركه الانجليزيه وقال الرجاء شأنه شأن بقيه فرق العالم في حاجه لموارد ماليه وذلك ما يمكنش ليه يتحقق الا بدعم النادي فمرحبا بالجميع في رجاء شوب. هذا كيتيح متجر الرجاء الرسمي للجمهور شراء كل ما عنده علاقه بالفريق الاخضر في امر شبيه بالحاصل في اوروبا مع الانديه الاوروبيه كريال مدريد وإف سي برشلونه.
من حمالية تبعد لاعبا عن الرجاء الرياضي. وكيدرس المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي إبعاد لاعب رجاء إلى مباريات النادي، بحيث كشفت عدة منابر أن الاجتماع غيعقدو مسؤولي النادي الأخضر مع المدرب الألماني جوزيف زامباور لمعرفة رأيه حول إمكانية استبعاد هشيم دومينغو على مباريات الفريق المقبلة. وكيجي هذا القرار في ظل مراسلة المحترف جنوب أفريقي، فعاليات النادي الأخضر مطالب بجزء من حد التوقيع كتوصل قيمتها ل 120 مليون سنتيم. وتفاجؤوا مسؤولي النادي الأخضر بقرار اللاعب برفض الوعود اللي قدمها في وقت سابق الرئيس محمد بودريقة، واللي كتقضي بصرف منح التوقيع في شهر ابريل المقبل. وما لعبش دومينغو كثيرا، يضل خارج مباريات الفريق الاخضر وفي حاله مشاركته كيمتد لدقائق معهوده لا غير، مما كيطرح علامات استفهام حول الاسباب الرئيسيه وراء انتدابه. مكتب الرجاء الرياضي يتجه لحل جديد لإنهاء نزاع مع رجوي سابق. وفي تفاصيل الخبر، كتبحث إدارة فريق الرجاء الرياضي على اتفاق مع حارس مرمى النادي الأخضر سابقا مروان فخر من أجل إنهاء النزاع بين الطرفين بالتراضي. وكترغب إدارة فريق الرجاء برئاسة محمد بودريقة إنهاء النزاع مع الحارس الرجوي السابق دون دخول الفريق في نزاع جديد في ظل الأزمة المالية اللي كيعني منها النادي. وكان مروان فخر طالب برواتب ومستحقاته المالية العالقة بذمة النادي الأخضر، وهو مدفوع اللجوء لجنة النزاعات من أجل التوصل بها. كتجدر الإشارة لأن مروان فخر غادر فريق الرجاء الرياضي في ميركاتو الشتوي الماضي وتعاقد مع نهضة الزمامرة. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال باب. في أمان الله، ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Thank you.